كيف يمكننا إثبات أن الكتاب المقدس اللي هو بين أيدينا لم يتحرف، لم يتغير، لم يتبدل، لم يتحور، ما تزد عليه ولا نقص عليه؟ كيف ردك على هذا السؤال؟ هقول لحيك على حاجة. علشان إحنا نبقى عندنا عدل في الحكم، لازم نكون بنحط الكتب المقدسة بالنسبة للديانات المختلفة قدامنا، وخصوصا ان احنا بنتكلم على كتاب المقدس على المسيحية وعلى الاسلام ككتابهم المقدس او كتابهم اللي بيؤمنوا به، لازم نحط الاثنين في الميزان. فما ينفعش ان انا اخد الكتاب المقدس واقعد ادافع عنه وانا في نفس الوقت ما بتحرش عن الكتاب التاني. يعني مثلا عشان اثبت، لازم علشان ارد على الاسئله بتاعه المشاهدين من الاساس زي ما حضرتك قلت في اول البرنامج، لازم يعني اشوف ايه هو القران، جمع ازاي، اتكتب ازاي في عهد النبي، ازاي بيرجعوا، ايه مخطوطاته. لازم انا ارجع للاساس دهوت. وعلشان كده دهوت نقدر ان احنا يعني من خلال الكلام دهوت نقدر ان احنا نجمع فكرة عامة عن القرآن وعن الكتاب المقدس، وبالمقارنة الضد بالضد يظهر أو يظهر. ليه؟ لأن أنا لما هحط الاثنين جنب بعض هعرف ده عنده قد إيه رصيد من الثقة وده عنده رصيد قد إيه من الثقة. أنا مش هقدر أن أتكلم على الكتاب المقدس فقط، لكن لازم أتكلم على الاثنين قدام بعض قدام بعض. وأنا بعتقد أنه إذا أي إنسان بيكون منصف في أي دولة عربية أو حتى دولة إسلامية لازم يسمح دخول الكتاب المقدس، وأن الكتاب المقدس لازم يكون موجود في إيد كل شخص، لأنه يعني بيكفي أنه بيحكي عن يسوع المسيح اللي القيم اللي بتتبعها اليوم القوانين الدنيا، يعني القوانين العالم اللي هي الأخلاقيات مبنية على هذه الأخلاقيات. فكون أنه بيمنعه معناته أنت مخبشوه، أنت مغطى على شيء. هو خايف، يعني أنت خايف من إيش؟ طب كتاب، يعني إذا أنت شايف أنه كتاب ما لش نفع طب اقرأه وقول أنا بوافقش معك خلاص، وكان الله بالسر عليم.